السلام عليكم كبير رئيس الجمعية المغربية المحافظة على التراث الثقافي وروح المواطنة. اليوم حنايا مناسبة شرط والحمد لله المناسبة هو ثورة الملك والشعب المناسبة وعيد الشباب المجيد. وحنايا كما جميع المغاربة والساكنة ديال فاس بالخصوص أننا تنحتفلوا بهذه المناسبتين الحمد لله وتنشكروا مجلس مقاطعة المغربيين بشخص السيد الرئيس السيد خالد الجوبي وللمصلحة الثقافية سيدي أسامة بوكيزا ولجميع الأعضاء وجميع الموظفين ديال هذه المقاطعة وهذا المجلس هذا الموقع. تنشكرهم اللي فتحوا لنا هذه الأبواب وفتحوا لنا هذه القاعة ودعمونا على أننا باش أننا نكونوا حاضرين في هذه المناسبة حيت ذهبت الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الثقافي وروح المواطنة أنها ما كتدوزهاش شي مناسبة لا دينية ولا وطنية إلا وكتكون فيها حاضر إما داخل مدينة فاس أو خارج مدينة فاس أو لما لا خارج أرض الوطن. تنشكروا كل واحد كيدعمنا وتنشكروا أي واحد كيساهم في هذا النشاط، تنشكروا أي واحد عنده غيرة على البلد ديالو أو غيرة على المقاطعة ديالو. تنشكركم انتم كذلك من هذا المنبر ديال فاس بريس انه حتى هو اللي تيوصل الصوت ديالنا وتوصل الاحداث الجميله اللي كتوقع في مدينه فاس على غرار باقي يهدي الجميع انهم كيحاولوا ما امكن انهم ينقلوا غير الحاجات اللي هي هذا. تنشكركم بزاف من هذا المنبر، تنشكركم تنقول لكم مزيد من التوفيق ان شاء الله. وحنايا بالنسبه لهذه المناسبه كنا درنا واحد الاحتفال جميل جدا بالمناسبه ديال عيد العرش المجيد اللي ما كانتش بعيده بزاف على هذه المناسبه. وحنايا متجمدين في هذه العشيه ان شاء الله وبنكهه اللي هي تراثيه 100% حيت غادي يكون ان شاء الله فرقه ديال عيساوه وغتكون فرقه ديال التوات غادي يكون ان شاء الله فرقه ديال قناوه برئاسه المعلم المحجوب الغالي على التعريف حتى هو يحافظ على المولود الثقافي المولود القناوي داخل مدينه فاس وخارج مدينه فاس ولما لا ان شاء الله تنطلبوا من الله انه حتى هو يكون عالمي كما مشات التراث القناوي العالميه. بالنسبه للضيف الشرف ديال هذه الامسيه كاينين ضيفان ديال الشرف، كاين ضيف هو سعيد النميلي وهو تبارك الله غني على التعريف ومعروف بالنسبه المحلي والجهوي والوطني دابا تبارك الله راه معروف وطنيا. هذا سعيد هذا ولد المقاطعه، ولد هذه المقاطعه كما حتى هو كما شاكيل السطي الفنان الكبير المديح والسماع وتا هو تبارك الله حتى هو كان تبارك الله مثل المغرب في عده ملتقيات خارج ارض الوطن. تنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم في هذه المناسبه الوطنيه، وهذه هي اللي كتتميز بها الانسان انك فاش كتعيط له شي مناسبه وطنيه كيقول لك انا حاضر بدون التزام بدون حتى شي حاجه كيقول لك انا حاضر، وهذه هي التمغربيه اللي كنادى. بالنسبه للفرقه اللي غادي تكون صاحبه هذه الفنانه هي فرقه ديال تراث فاس العيساويه التابعه الجمعيه المغربيه المحافظه على التراث الثقافي وروح المواطنه. وكنتمناو ان ان شاء الله هذا النشاط هذا اللي غادي يكون ان شاء الله من نشيط اهل الذكر واهل المديح والسماع والصوفيه غادي يكون نتمناو انه ينال الاعجاب ديالكم وينال الاعجاب ديال الساكنه في مقاطعه المغربيين، ينال الاعجاب ديال المجلس الموقر. وتنتمناو من الله بهذه المناسبه انه يعطي الشفاء العاجل لسيدنا الله ينصره ويخليه لنا بركه ويخليه لنا على الدوام. ونتمناو اننا حنا نكونوا خدام الاحتفال الشريفه وغاديين تحت السياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والاسره العلويه في اي حاجه ان شاء الله مشى فيها حنايا وراءه والصحراء المغربيه. وتبارك الله عليكم. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.